الظهيرة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. آلاف الفلسطينيين شيعوا الشهيد الوزير زياد أبو عين، ونتائج التشريح تؤكد أنه سقط نتيجة الضرب وتنشق الغاز السام. وما نقصده هنا، نعم، وقف التنسيق الأمني وتحميل إسرائيل سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة. عريقات يعلن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ومجلس الشيوخ الفرنسي والبرلمان الإيرلندي يدعوان حكومتيهما إلى الاعتراف بدولة فلسطين. الجبهة الشعبية في تونس تحذر من عودة الاستبداد وتدعو المواطنين إلى قطع الطريق أمام مرشح النهضة. واشنطن تعلن إغلاق معتقل باغرام في أفغانستان وتسليم المعتقلين إما إلى السلطات الأفغانية أو سلطات بلادهم. بمشاركة رسمية وشعبية واسعة شيع آلاف الفلسطينيين جثمان الشهيد الوزير زياد أبو عين الذي استشهد أمس تحت الضرب بأعقاب بنادق جنود الاحتلال خلال تظاهرة سلمية مناهضة للاستيطان بالقرب من رام الله. الجنازة العسكرية التي أقيمت في مقر المقاطعة في رام الله شارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين ورجال الدين، إضافة إلى وفود شعبية أتت من مختلف مناطق الضفة الغربية. الحكومة الفلسطينية حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد المناضل أبو عين، وقالت الحكومة أن نتائج تشريح الجثمان أظهرت أن الوفاة حصلت نتيجة الضرب والاختناق بالغاز المسيل للدموع وإعاقة وصول أبو عين إلى المستشفى من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت المناسب. نتائج التحقيق تثبت بأن من قام بقتل الشهيد زياد أبو عين هم قوات الاحتلال الإسرائيلي. وسبب الوفاة نقص التروية الدموية للقلب بسبب الأنزفة الداخلية للشريان التاجي المصحوب بالأثيروما، وهي من الحالات التي تنتج وتصاحب حالات الكرب والشدة. معي الآن مباشرة من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي. نسرين، الضفة الغربية بعد الانتهاء من مراسم تشييع جثمان الشهيد المناضل زياد أبو عين. نعم كمال، أبواب العزاء فتحت هنا في خيمة العزاء في قاعة دير طريفة في مدينة رام الله، حيث تتوافد الوفود الرسمية والشعبية لتقديم واجب العزاء للعائلة، بالإضافة إلى أن بابا أو ديوان الرئاسة الفلسطينية استضاف أيضا الوفود المعزين، حيث أن خيمة العزاء الرسمية ستكون في مقر الرئاسة اليوم من الساعة الثالثة وحتى الساعة السادسة، لكن أيضا هنا في هذه القاعة يتجمع أيضا عدد من أقارب الشهيد وعائلته لاستقبال الوفود المعزية، خصوصا أن عدد كبير من الوفود الشعبية والرسمية قدمت من مختلف المدن والمحافظات الفلسطينية لتقديم واجب العزاء بالشهيد. نشاهد وفودا من مناطق المحتلة عام 48 ومن مناطق جنوب الضفة وشمالها. في كل الأحوال عن ترتيبات العزاء وعن وضع الضفة، معنا هنا نجل الشهيد معتز أبو عين. معتز، العمر لكم في البداية. ثانيا، نتائج التشريح حملت إسرائيل مسؤولية استشهاد زياد أبو عين، ماذا تقولون الآن؟ أقول أن النتائج التي تحمل السبب الرئيسي لإسرائيل هي واضحة من قنوات الإعلام قبل أن نحصل على نتائج التشريح، فكل الفيديوهات المصورة من قبل وسائل الإعلام دللت على أنه هي عملية اغتيال رئيسية للقائد زياد أبو عين قبل أن يكون والدي. هو القائد عظيم على أرض الوطن، دائما يحمل معاناة الشعب الفلسطيني على كتفيه، دائما ما يكون في كل الأماكن متواجدا في أول الصفوف على أرض الميدان، فحمل رسالة وطن وذهب لترمس عيا لكي يزرع أشجار الزيتون ويغرسها لكي يثبت حقه في هذه الأرض ويحافظ عليها من قطعان المستوطنين، وما أن جاءنا الخبر إلا أنه شهيد.
طيب اليوم بعد صدور تقرير الطب الشرعي ومحاولات إسرائيل نفي هذه الرواية والقول بأن زياد أبو عين توفي نتيجة لذبحة قلبية، كيف تردون على هذا؟ دائما إسرائيل لديها هذه الحجة ودائما تحاول التنصل من المسؤولية، كيف تردون على ذلك؟ أنا بنظري هو دور بالأساسي للقيادات الرئيسية بالسياسية، ودور ثانوي لوسائل الإعلام لكي تظهر كل الفيديوهات التي صورت من مكان الحادث التي تثبت بأن زياد أبو عين استشهد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة اغتيال أساسية، ومن ثم كان في الفيديو الذي نشر على الوسائل الاجتماعية ظهر أن جندي من الاحتلال يقوم بخنقه وجندي آخر يقوم بضربه وجندي ثالث يقوم برمي قنابل الغاز التي تفقد الشخص الأعصاب، فكل ذلك هي وسيلة لاغتيال زياد أبو عين، وهذه معطيات أساسية على أرض الواقع تثبت بأن زياد أبو عين قام الجيش الإسرائيلي باغتياله بشكل مباشر، ولا أنتظر أنا تحقيقات ولا أنتظر أي شيء من العالم، أنتظر فقط وسائل الإعلام لكي تقوم بفضح جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، فضح جرائم الاحتلال ضد الأراضي المحتلة وضد كل من يحاول الدفاع عن أرضه حتى بصدره العاري. طيب معتز اليوم يعني كيف تنظر إلى الآلاف الذين شاركوا في جنازة زياد أبو عين؟ ماذا يعكس ذلك بالنسبة لكم؟ يعكس ذلك بأن زياد أبو عين دائما وأبدا هو قائد ميداني وليس من خلف الكواليس. زياد أبو عين يعرف الصغير قبل الكبير، يعرف هموم الشعب الفلسطيني، دائما كان يساعد الشعب الفلسطيني بكل شتى وسائل والطرق، وذلك لم ينظر لمنصب ولم ينظر لكرسي بل نظر لكي يحقق أمان الشعب الفلسطيني في تحقيق الدولة الفلسطينية وتحقيق الطموح وأمال الأسرى الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، حيث دافع بفترة 8 سنوات عن وهو وكيل وزارة شؤون الأسرى عن كافة الأسرى الفلسطينيين، ومن ثم حمل هموم كل الشعب الفلسطيني الذي تقوم القوات الاحتلال وقطاع المستوطنين بمصادرة أراضيه، وقام خلال شهرين فقط بزراعة أكثر من 10,000 شجرة زيتون في مناطق مختلفة في الخليل، في أريحة، في بيت لحم، في طول كرم أيضا، ومن ثم استشهد على أرض ترمس عية وهو أيضا يزرع الزيتون. العمر إليك معتز ولعائلتك، شكرا جزيلا لك. إذن كمال كما تشاهدون المواطنون لا يزالوا يتدفقون هنا إلى خيمة العزاء لتقديم واجب العزاء، طبعا العزاء سيبقى لثلاثة أيام وهو أيضا الحداد العام سيبقى متواصل لثلاثة أيام، وغدا طبعا نحن ننتظر اجتماع القيادة الفلسطينية لاتخاذ القرارات الحاسمة للرد على الجرائم الإسرائيلية وتحديدا في موضوع التنسيق الأمني، بعدما أكد أكثر من مسؤول عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بالإضافة إلى موضوع تقديم مجلس طلب إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال وطلب الحماية الدولية للفلسطينيين. شكرا جزيلا لك نسرين سلمي مراسلة الميادين، كنت معنا مباشرة من رام الله ومن الضفة الغربية إلى غزة، ومن هناك لنا شاهين مراسلة الميادين لنا كيف تفاعلت غزة مع استشهاد المناضل زياد أبو عين وأيضا ما جرى اليوم من تشييع لجثمانه. نعم كمال، يعني منذ اللحظة الأولى لإعلان استشهاد الوزير زياد أبو عين كان هناك حالة من الاستنكار، حالة من الغضب، وحالة أيضا من المطالبات بشكل كبير للقيادة الفلسطينية للرد على هذه الجريمة النكراء كما وصفتها كل الفصائل الفلسطينية، وكان هناك إجماع بشكل كامل من قبل الفصائل الفلسطينية على ضرورة وقف التنسيق الأمني، وأيضا لابد من العودة إلى الوحدة الوطنية والصف الوطني، توحيد الصف الوطني بإنهاء الانقسام الفلسطيني. هذه هي الحالة، حتى إن كان اليوم هي الحالة مستمرة، حالة من الحزن، حالة من الغضب. حركة حماس قالت لابد من وقف التنسيق الأمني والدعوة إلى إنهاء الانقسام، أيضا حركة الجهاد الإسلامي قالت لابد
الغد من وقف التنسيق الأمني، وذهبت أبعد من حماس وطالبت بوقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وكذلك أيضا الجبهتان الشعبية والديمقراطية. أيضا كان هناك بيان لكلا الجبهتين، وكان هناك إطلاق ليد المقاومة، وذلك للرد والثائر على هذه الجريمة. للولوج أكثر والوقوف أكثر على مواقف الفصائل الفلسطينية، نحن سوف نستطلع الآراء ومواقف هذه الفصائل، ولكن كمال أتواجد حاليا الميادين هنا أمام بيت عزاء الذي تم فتحه من قبل حركة فتح، وذلك لتلقي العزاء في الشهيد أبو عين. ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة السيد طلال أبو ظريف. تفضل أستاذ طلال، وهو عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية. اليوم هناك حالة من الغضب، حالة من الاستنكار. أيضا الرئيس محمود عباس قال إنه كل الخيارات مفتوحة وقابلة للنقاش وأيضا للتطبيق. ما هو المطلوب؟ يعني المطلوب فلسطينيا أولا هو الرد على هذه الجريمة النكراء بالتسريع بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، حتى نسوغ استراتيجية وطنية تؤجج هذه المقاومة بوجه الاحتلال حتى تشكل عامل في تسريع رحيل هذا الاحتلال من خلال رفع كلفته، وثانيا التوقيع على اتفاقية روما بما يمكن من الدخول لمحكمة الجنايات حتى لا تمر هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي اكترفت في القدس والضفة الغربية وفي غزة وفي مناطق 48 بدون عقاب، وثالثا مطلوب معاملة الاحتلال بالمثل، وقف كل أشكال التنسيق الأمني واللقاءات، لأنه لا يعقل أن يتنصل الاحتلال من كل التزاماته وتبقى السلطة الفلسطينية متمسكة بالالتزامات التي أملتها عليها الاتفاقيات الظالمة، خاصة بعدما أثبتت عملية التشريع تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن عملية الاغتيال الجبانة التي جاءت على خلفية الضرب المبرح الذي تعرض له والاختناق من جراء الغاز الشهيد القائد زياد أبو عين. أنا أشكرك جزيل الشكر. وأيضا ينضم إلينا السيد وليد العوض، وهو عضو مكتب سياسي في حزب الشعب. هناك استنكار من قبل حزب الشعب، وأيضا كان هناك إدانات كبيرة جدا ومطالبات ليست فقط على المستوى الفلسطيني، مطالبة بتحقيق دولي. أيضا كان هناك مطالبة من الأمم المتحدة، هناك مطالبة أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لحزب الشعب، من منظور حزب الشعب، ما هو المطلوب بالفعل؟ بدون شك هذه جريمة ارتكبت بدم بارد على مرأى ومسمع العالم أجمع، وهي تحمل عدة رسائل. الرسائل الأولى أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وبالتالي هو مستعد لخوض كفاح مشروع من أجل استعادتها. الرسالة الثانية هي من أجل مواصلة التقدم لقرار لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال بجدول زمني محدد. الرسالة الثالثة هي لابد من مواصلة الطريق للانضمام لكل المنظمات الدولية وفي مقدمتها التوقيع على ميثاق روما وتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية. والمسألة الثالثة ضرورة وقف التنسيق الأمني فورا مع الاحتلال. لا يجوز أن يستمر هذا التنسيق الأمني في ظل عمليات القتل المتواصلة وعملية الانتهاكات المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. يعني الكثير يقولون، إن كانوا حتى من الفصائل الفلسطينية وحتى أيضا من المحللين وحتى ابن فلسطين، أن إسرائيل تعتبر نفسها هي دولة فوق القانون، حتى ما إذا ما تم بالفعل الذهاب إلى كل هذه المنظمة أو حتى ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية. ما هو بالفعل مطلوب أكثر بشكل عملي إذا بالفعل ما تم هذا؟ هو المطلوب العمل بكل الاتجاهات، الانضمام للمنظمات الدولية، التوقيع على ميثاق روما، التقدم لمحكمة الجنايات الدولية. بالمقابل لابد أن يدفع الاحتلال ثمن احتلاله لأرضنا الفلسطينية، وهذا يتطلب إعادة النظر بالتزامات السلطة الوطنية كلها مع الاحتلال، وفي مقدمة ذلك وقف التنسيق الأمني وتقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني من أجل تصعيد المقاومة الشعبية التي قدم المرحوم زياد أبو عين نموذجا لها. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ وليد العوض. وأيضا ختاما نستضيف أبو جودة النحال. تفضل أستاذ أبو جودة، وهو عضو مجلس ثوري في حركة فتح. اليوم يقام بيت العزاء فتح، تفتح هذا البيت لروح الشهيد زياد أبو عين. حركة فتح ما تقول اليوم في هذا الموقف؟ يعني الاحتلال يرتكب جريمة جديدة يضيف إلى جرائمه بقتل الشهيد الوزير عضو المجلس الثوري زياد أبو عين أبو طارق. نقول ذهب عنا جسدا وبقي روحا وفكرا، وتستمر
وستستمر مسيرته وستتوسع، وأيضا سيكون دماؤه هو وقود للمقاومة الشعبية التي آمن من خلالها زياد أبو عين عندما اغتلته أيادي الغدر الصهيونية الإسرائيلية المجرمة عصابات المستوطنين. اغتلوه وهو يزرع الزيتون وشجر الزيتون في الأرض التي كانت مهددة بالمصادرة شمال رام الله في ترمس عية. بالتالي نقول حركة فتح وأبناء وأبنائها في كل أماكن تواجده خلف على نفس المدرسة، مدرسة الشهيد أبو عمار ومدرسة الشهيد البطل زياد أبو عين، سنستمر في المقاومة الشعبية وسنستمر في نضاله التي قضى نحبه من أجله حتى تحقيق أهدافه بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس إن شاء الله. شكرا جزيل الشكر كمال. يعني كما رأينا واستطلعنا أراء الفصائل، الكل يجمع على لابد من وقف التنسيق الأمني، وكما ذكرت هي حالة من الاستنكار والمطالبة للقيادة الفلسطينية بخطوات فعلية وفاعلة على أرض الواقع. شكرا. وذلك للثأر لروح زياد أبو عين. شكرا جزيلا لك. لنا شاهين مراسلة الميادين، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة. كبير المفاوضين الفلسطينيين صابع عريقات أعلن أن القيادة الفلسطينية قررت الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، وأضاف في كلمة خلال تشييع الوزير زياد أبو عين أن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى الجنائية الدولية لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشهيد زياد أبو عين، معلنا وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. تحديد العلاقة مع إسرائيل، وما نقصده هنا نعم وقف التنسيق الأمني وتحميل إسرائيل سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل هذه المسائل، لأنه لا يعقل أن يستمر نتنياهو في سعيه لأن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية دون سلطة وأن يكون الاحتلال دون كلفة. بعد استشهاد الوزير زياد أبو عين، عملت إسرائيل على احتواء تداعيات استشهاده من جهة والاستعداد لأي رد فعل فلسطيني من جهة أخرى. تقرير منال إسماعيل. نفت إسرائيل مسؤوليتها عن استشهاد الوزير زياد أبو عين وتمسكت بالرواية التي تدعي أنه توفي نتيجة عارض صحي. هذا النفي لم يمنعها من العمل على احتواء تداعيات استشهاد أبو عين على خطين سياسي وعسكري. على الخط السياسي عملت إسرائيل على احتواء أي رد فعل فلسطيني من جهة والاستعداد لهذا الرد من جهة ثانية. رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أجرى مشاورات أمنية أشار إلى الحاجة لتهدئة الأرض والعمل بمسؤولية، وهو لهذه الغاية بعث برسالة عبر موفده الشخصي المحامي إسحاق مولخو إلى السلطة الفلسطينية أوضح فيها أن إسرائيل ستحقق في الحادث. وزير الأمن موشي يعلون الذي قال بدوره إن الاستقرار الأمني مهم للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اقترح على السلطة الفلسطينية إجراء تحقيق مشترك في الحادثة، معلنا أن إسرائيل مستمرة بالتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية. وزير الأمن بعث برسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن التنسيق مصلحة للطرفين، وهذا يعني أن التنسيق من تحت الأرض مستمر. أما على المستوى العسكري فقد أجرى رئيس هيئة الأركان العامة بيني غانتس تقديرا للوضع وأمر بتعزيز القوات في الضفة الغربية على خلفية توقع حدوث موجة من المواجهات. إلى جانب ذلك قام الجيش الإسرائيلي بتعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبتي مشاة على خلفية التوتر عقب استشهاد الوزير أبو عين. تعزيز القوات في الضفة تضمن أيضا وضع سريتين من حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية تحت تصرف الجيش الإسرائيلي. قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وضعت في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء الضفة نتيجة توقع اندلاع مواجهات. وعلى خط موازن دعت مصادر سياسية إسرائيلية السلطة الفلسطينية إلى الامتناع عن القيام بخطوات تصعيدية، في حين أكد مصدر عسكري أن إسرائيل لم تتلقى حتى الآن أي بلاغ فلسطيني رسمي بوقف التنسيق الأمني بين الجانبين، ولذلك فإن تهدئة الخواطر بحسب مراقبين مرتبط إلى حد كبير باستمرار التنسيق الأمني بين الطرفين الذي يعد بالنسبة إلى إسرائيل عنصرا حاسما لمنع تدهور الأمور نحو انتفاضة ثالثة.
بدأ 70 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على أوضاع بعض المعتقلين، وفق ما قال نادي الأسير الفلسطيني. وفي بيان له قال نادي الأسير إن الهدف من الإضراب المطالبة بإنهاء عزل الأسير نهار السعيدي المتواصل منذ عام 2003 ومجموعة من الأسرى الآخرين، إضافة إلى النظر في بعض ملفات الأسرى المرضى. صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على قرار يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين. هذا القرار أتى بعد ساعات من إقرار البرلمان الإيرلندي مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين. الخطوة بحسب المتابعين تعكس الغضب الأوروبي المتنامي حيال إسرائيل بسبب الشلل الذي تعانيه مفاوضات السلام بينها وبين الفلسطينيين. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا تتعاطى بإيجابية مع الجهود التي تبذلها روسيا بهدف إيجاد حل للأزمة. الأسد وخلال استقباله بوغدانوف شدد على أن أي تحرك روسي دبلوماسي سيكون مبنيا على مبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية. نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف نقل رسالة من الرئيس الروسي إلى الأسد تؤكد استمرار روسيا في دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الإرهاب. زيارة لم تكن على جدول الأعمال بدأها بوغدانوف لاستكمال مشاورات تقوم بها روسيا لإحياء المسار السياسي بين الحكومة السورية والمعارضة. بوغدانوف في دمشق بعد أن أنهى جولة واسعة من اللقاءات في موسكو وبيروت واسطنبول مع أطياف متعددة من المعارضة السورية تركزت حول مشاركتها في اجتماع موسكو يستعجل الروس انعقاده قبل نهاية العام كموعد أولي. نريد أن نتفق على كثير من الأمور مع القيادة الشرعية في دمشق. مفاد الرئيس الروسي للشرق الأوسط يستأنف مشاورات بدأت مع وفد رسمي سوري ضم وزير الخارجية ونائبه ومستشارة الرئاسة في موسكو منتصف الشهر الماضي. المشاورات لم تكن قد نضجت كفاية مع الأطراف الأخرى للتوافق على موعد لاجتماعات موسكو التي ستكون نقطة انطلاق للبحث فيما بعد في العناوين والآليات التي ستبحثها هذه الاجتماعات. أنا أثق بأن الأصدقاء الروس يحملون أفكار سنتناقش معهم حولها لكي تكون هذه العملية عملية مضمونة النجاح وبما يؤدي إلى حل سياسي يقوم على المبادئ التي تعرفونها، وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل الخارجي في شؤونها. وتتقاسم المعارضة التفاؤل الرسمي نحو اجتماع موسكو دون المخاطرة مسبقا بمد مفاعيل هذا التفاؤل إلى نتائجه بانتظار انعقاده، لكن دروس جنيف وفشله لا تزال عالقة في الأذهان. الدبلوماسية الروسية دبلوماسية خبيرة، وأعتقد أنها ستحقق خطوة إلى الأمام بهذا المجال. حتى الآن التباشير كلها تؤكد أنهم يتقدمون بشكل جيد. هذا الكلام يعكس ارتياحا عاما في صفوف معارضة الداخل بعد تراجع وزن الائتلاف السوري المعارض الذي كان مسؤولا مباشرا عن إقصائهم في محادثات جنيف وأحد أسباب فشله. الحراك الدبلوماسي الروسي يحاول إعادة التوازن إلى المعارضة بين الداخل والخارج، إضافة إلى تطمينات روسية بأن الحوار يجري في ظل تفاهم مع واشنطن. رغم كل المؤشرات الإيجابية حول قرب انطلاق قطار المسار السياسي برعاية الروسية بين الحكومة السورية والمعارضة والذي تستعجل موسكو إطلاقه قبل نهاية هذا العام، إلا أنه سيكون من الصعب قبل بداية العام المقبل بانتظار حل بعض الأسئلة العالقة حول الآليات والتنفيذ وعناوين البحث. ديما ناصيف، دمشق، الميادين. وزارة الخارجية الروسية أعلنت في بيان لها أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث مع الأسد في العلاقات الثنائية وأفاق الحوار السوري، وتركزت المحادثات على توحيد الجهد المشترك لمواجهة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى وتسريع التسوية السلمية للأزمة السورية. بيان الخارجية الروسية أضاف أن بوغدانوف شرح وبنحو مفصل الاتصالات التي تجريها موسكو من خلال التواصل مع الأطراف السورية للتوصل إلى تسوية سياسية استنادا إلى بيان جنيف واحد. البيان أضاف أن بوغدانوف بحث مع وليد المعلم وفيصل المقداد في المسائل محل الاهتمام المشترك.
قررت موسكو إعطاء دفعة جديدة لمشروعها وضع أسس لحوار سوري سوري يمهد لصياغة حلول تنهي الصراع في سوريا. تقرير حسن عبد الله. حتى الآن تسير الاتصالات التي يقودها موفد الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف في إطار مساعي حثيثة لوضع أسس لحوار سوري سوري. تسير هذه الاتصالات وفق الأجندة التي حددتها الدبلوماسية الروسية. المعطيات التي تم التوصل إليها والردود الإيجابية التي استقبلت بها الأفكار الروسية دفعت على ما يبدو الموفد الروسي إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى المنطقة لإجراء جولة جديدة من اللقاءات والاتصالات. وتشير بعض المصادر غير الرسمية إلى أن مواعيد إطلاق الحوار السوري السوري برعاية موسكو بدأت تطرح لاستمزاج رأي المعنيين حولها، إلا أن المرجح هو الشروع في تحديد المواعيد في بدايات العام المقبل. لكن يبدو أن جدية المشروع الروسي والاختراقات التي تمت حتى الآن، لا سيما الإيجابيات التي أظهرتها أطراف المعارضة السورية، دفعت بباريس إلى الدخول على الخط في محاولة للتعطيل. فها هي مصادر فرنسية تتحدث عن أن موسكو تحاول تفتيت المعارضة السورية عبر الإصرار على جمع مختلف أطيافها في الداخل والخارج، وهو ما يثير التساؤلات والريبة لدى ائتلاف المعارضة في الخارج. في هذا الوقت لم يصدر عن واشنطن أي موقف رسمي بشأن التحرك الروسي، ربما في انتظار استجماع المعطيات، وربما تتيح واشنطن لحلفائها حظ الاعتراض والعرقلة، ولا سيما أن المتضررين من الحوار السوري السوري ليسوا أقلية من تركيا إلى دول خليجية مثل السعودية وقطر. ميدانيا استعادت وحدة من الجيش السوري والدفاع الوطني السيطرة على قرى عدة في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا. التفاصيل في التقرير التالي. استعادت وحدات من الجيش السوري والدفاع الوطني السيطرة في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا على عدة قرى في ريف المحافظة الجنوبي الشرقي، معززة بذلك الطوق الأمنية في محيط مدينة الحسكة لحمايتها من تسلل مسلحي داعش. القرى هي قرات حشحسان، عوينة، تبي، معروف، معصوم، نصرات، والحنش. الجيش اتبع تكتيك القضم التدريجي للقرى والتوسع جغرافيا في عمق المنطقة المشرفة على مساحات جغرافية واسعة ذات طبيعة صحراوية. الحمد لله وجود الجيش نحن مرتاحين وبأمان الحمد لله، ورجعنا على بيوتنا والحمد لله. سيطرة الجيش على هذه القرى مكنته من تركيز نقاط دعم متقدمة له في الريف الجنوبي والشرقي التي ستشكل للنقاط التي ركزها الشهر الماضي في الريف الغربي وطريق تلتمر الجنوبي عنصرا إضافيا لتعزيز طوقه الأمن في محيط المدينة بمسافة تصل إلى عمق 15 كيلومترا جنوبا وشرقا و20 كيلومترا غربا. والله بعد سيطرة الجيش وضع هادي، قبل كان بيه شوي أوضاع بس أسحال الحمد لله ما فيش. نقاط الاستناد هذه ستمكن الجيش أيضا من قطع معظم طرق إمداد المسلحين في الريف المحيط بالمدينة والحد من حركتهم مستخدما وسائط نارية مختلفة، ما سيساعده في السيطرة على معبر سبع سكور المنفذ الوحيد المتاح لتحرك المسلحين بين الريفين الشرقي والجنوبي المحيطين بمدينة الحسكة، التي وفي حال نجاح الجيش بذلك سيغلق أبوابها أمام حالة تسلل لداعش إليها، ويكون بذلك أمن قدرة نارية قد يستخدمها كنقاط لشن هجمات مضادة ضد التنظيم في الريف. في الشأن العراقي، قتل 27 مسلحا من داعش بغارة لطائرات تحالف واشنطن استهدفت تجمعات للتنظيم في منطقة الشورى غرب الموصل وجبل مكحول جنوبي الموصل. وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت مقتل 727 عنصرا من البشمركة في المعارك مع داعش منذ بداية حزيران يونيو الماضي. ومعي الآن مباشرة من بغداد مراسل الميادين عبد الله بدران. عبد الله، بداية آخر التطورات فيما يتعلق بالعمل أو ما يجري في الميدان. نعم كمال، الحكومة العراقية كانت قد أرسلت بتعزيزات من الجيش العراقي وكذلك من جهاز مكافحة الإرهاب بالاعتماد والدعم الذي يقدمه الحشد الشعبي الذي يتواجد
في منطقة المعتصم وهي من الناحية الإدارية ناحية، وكذلك إلى ناحية يثرب جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين بحكم التهديدات التي شكلها داعش في الميدان هناك في محاولته للسيطرة على هذه الناحية. وكذلك كانت هناك تعزيزات أخرى قد أرسلت إلى الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد الهجوم الذي شنه مسلح داعش منذ يوم أمس على مجمع الحكومة المحلية في الأنبار والذي يضم مبنى مجلس المحافظة وكذلك مقر اللواء الثامن وقيادة عمليات الأنبار. الهدف العسكري في الميدان الآن لدى الحكومة العراقية والقيادة العسكرية في القيادة العامة للقوات المسلحة هو إعادة الأمور إلى وضعها قبل أسبوعين في الطريق البرية الذي تم تأمينها في كل من شمال العاصمة العراقية بغداد وصولا إلى بيجي أقصى شمال صلاح الدين، وكذلك من العاصمة العراقية بالاتجاه غربا إلى الرمادي مركز محافظة الأنبار وصولا إلى حيث أقصى غرب الأنبار من أجل ديمومة وصول الإمدادات العسكرية من مقاتلين وسلاح وعتاد، بحكم أن الخطة العسكرية القائمة الآن هي إعادة السيطرة وتطهير هيث غرب الأنبار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في المعتصم وناحية يثرب ومنطقتي بلد وعزيز بلد جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين. نعم كمان. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من بغداد. انتقد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي استراتيجية الإدارة الأمريكية في محاربة تنظيم داعش، وخلال جلسة استماع لمبعوث الإدارة إلى العراق بريت ماكورغ عقدتها اللجنة الشؤون الخارجية أشار نائب رئيسها إلى أن داعش لا زال يسيطر على المساحة نفسها التي كان يسيطر عليها قبل بدء الضربات الأمريكية، بينما أوضح ماكورغ أن تدريب مقاتلي المعارضة السورية لن يبدأ قبل آذار مارس من العام المقبل. شيعت المعارضة البحرينية اليوم الشهيد عبد الكريم البصري الذي قتل في تفجير وقع غرب العاصمة المنامة من أمام منزله في قرية كورزكان. من جهتها شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة أوقفت خلالها نحو 20 شابا معظمهم من قرية دمستان التي وقع فيها انفجار أودى بحياة رجل أمن أردني يوم الاثنين الماضي. في تونس دعت الجبهة الشعبية المواطنين إلى قطع الطريق أمام مرشح النهضة وحذرت من عودة الاستبداد. المرشح الرئاسي السابق حما الهمامي وخلال مؤتمر للجبهة اتهم السبسي بعدم إيضاح مشروع حكمه لجهة العلاقة بحركة النهضة وإمكان إشراكها في الحكم. وأضاف الهمامي أن حزب نداء تونس يضم العديد من رموز النظام السابق وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على ملفات لا يمكن المساومة بشأنها وأهمها ملف الاغتيالات السياسية. قطع الطريق أمام المرشح الفعلي لحركة النهضة المنصف المرزوقي ودعوة مرشح حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي إلى توضيح مشروع حكمه وعلاقته بالنهضة. هذه خلاصة موقف الجبهة الشعبية من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية والذي جاء بعد انتظار طويل. قطع الطريق أمام عودة المرشح الفعلي لحركة النهضة وحلفائها السيد مصف المرزوقي إلى رئاسة الجمهورية بعد أن اكتوى تونس وشعبها زمن حكمه بنار الاغتيالات السياسية. على ضوء المتغيرات، على ضوء ما يمكن أن يكشف عن البرنامج الحقيقي، يمكن أن نحدد موقف دعمه من عدمه، لأن القضية بالنسبة لنا ليست قضية أشخاص وإنما قضية برامج. موقف الجبهة الشعبية وإن بدا حاسما فيما يتعلق بالمرشح المنصف المرزوقي إلا أنه لا يزال غامضا بالنسبة إلى المرشح الثاني الباجي قائد السبسي، وهو ما قد يفسر بحسب البعض بوجود مفاوضات بين الطرفين. في تحليلي انه هناك باش يصير مفاوضات او هناك طريق باش تتحل بين الجبهه الشعبيه وحركه نداء تونس للتفاوض واتفاهم حول مسائل معينه لاعطاء في اللحظات الاخيره لكونسيني دوفوت لقواعد الجبهه الشعبيه للتصويت للباجي قائد السبسي. خسر المنصف المرزوقي ثقلا انتخابيا مهما تمثله الجبهه الشعبيه، ثقل قد يكون من نصيب السبسي إذا ما أعلن صراحة عدم تحالفه مع النهضة. إذن أسقطت الجبهة الشعبية المرزوقي من حساباتها وربطت موقفها من منافسه ببرنامجه الانتخابي، خاصة وأن القاعدة الشعبية التي تمتلكها من شأنها أن تغير الموازين. سميحة البغانمي، تونس، الميادين.
ومعي الآن مباشرة من تونس مراسل الميادين عماد شطارة. عماد، موقف الجبهة الشعبية الذي استمعنا إليه قبل قليل في التقرير، ماذا يضيف للمشهد التونسي؟ نعم كمال، بالنسبة لموقف الجبهة عدم دعمها للمرزوقي هذا كان أمرا متوقعا وكان واضحا وجليا في تصريحات قيادات الجبهة خلال الأيام الماضية، ولكن تعطل الإعلان عن هذا الموقف والمضي قدما في مزيد من المشاورات بين قيادات النهضة كان يعني مرده اتخاذ موقف من نداء تونس بإما بدعم الباجي قايد السبسي صراحة أو بالتريث قليلا. ونتفهم من موقف الجبهة اليوم أنها تريد مزيد من الوضوح حول توجهات نداء تونس إن كانت مشاوراته الجارية حاليا مع الكتل البرلمانية ستفضي إلى تشريك النهضة في الحكومة أم لا. إن كان الأمر كذلك فالجبهة ستنأى بنفسها عن هذه الحكومة وعن مرشح النداء في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، وإن أقصت نداء تونس حركة النهضة من الحكومة قد تتواصل مع الجبهة ومع الاتحاد الوطني الحر ومع آفاق. ونحن نذكر أن هناك تصريحات لقيادات من نداء تونس في الأيام الفارطة قالت بأنها أقرب إلى التحالف في الحكومة القادمة مع الأحزاب ذات التوجهات والرؤى الديمقراطية، ونعني بذلك قد نتفهم أن المشاورات إلى حد الآن لم تفضي إلى اتفاق لتشريك النهضة في الحكم ومنحها بعض الحقائب الوزارية، وبالتالي إلى حد هذه الساعة النهضة هي في طريقها إلى التموقع في كتلة المعارضة في المجلس. نعم كمال، شكرا جزيلا لك عماد شطارة مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من تونس العاصمة. في أفغانستان أفاد مراسلنا عن وقوع انفجار داخل مدرسة ثانوية في كابول أثناء عرض مسرحي ما أدى إلى سقوط العديد من الإصابات. وفي كابول أيضا قتل 6 جنود على الأقل في تفجير انتحاري تبنته حركة طالبان واستهدف حافلة للجيش لدى مرورها في إحدى الضواحي. مسؤول كبير في الشرطة أشار إلى أن انتحاريا راجلا فجر نفسه لدى مرور حافلة للجيش. ميدانيا أيضا سيطرت حركة طالبان على معظم قرى شنداند التابعة لولاية هرات. معي مباشرة من كابول مراسل الميادين محمود واثق. محمود، الانفجار داخل المدرسة، تفاصيل حول هذا الموضوع. نعم كمال، الانفجار الذي وقع قبل قليل داخل صالة للعرض المسرحي في داخل مدرسة ثانوية، الصالة هذه تتبع للمركز الثقافي الفرنسي هنا في العاصمة كابول. وزارة الداخلية الأفغانية قالت قبل قليل في بيان أن الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري نفذه شخص يرتدي حزاما ناسفا وكان في داخل الصالة وأثناء العرض المسرحي حول أضرار العمليات الانتحارية في أفغانستان. المسرحية كانت تتحدث عن ضربات القلب والسكوت بعد العمليات الانتحارية في أفغانستان. حسب بيان وزارة الداخلية أن انتحاري فجر حزامه في داخل الصالة ما أدى إلى مقتل مواطنا أجنبيا وإصابة أكثر من 20، غالبيتهم من الأفغان الذين حضروا لمشاهدة هذه المسرحية. هذا الهجوم هو الثاني من نوعه هذا اليوم. في صباح اليوم كان هناك هجوم انتحاري آخر استهدف حافلة للجيش الأفغاني في شرق العاصمة الأفغانية كابول ما أدى إلى مقتل 6 من أفراد الجيش وإصابة 14 آخرين. كانت طالبان تبنت هذا الهجوم. شكرا جزيلا لك محمود واثق مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من كابول. إلى ذلك أعلنت واشنطن أنها أغلقت معتقل باغرام في أفغانستان الذي يقع في القاعدة الجوية شمال العاصمة كابول. وقال متحدث باسم البنتاغون أن كل المعتقلين لدى الجيش الأمريكي سلموا إلى السلطات الأفغانية أو إلى سلطات بلادهم. سجن باغرام كان قد أنشئ في أعقاب هجمات 11 من سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة، وارتبط اسمه بعدد كبير من قضايا التعذيب وسوء المعاملة.
أهلا بكم. طلب رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام مساعدة فرنسا في تحمل أعباء اللاجئين السوريين، وفي بداية زيارة رسمية إلى باريس أكد أن لبنان بات بحاجة ماسة إلى مساعدة دولية لدعمه في استيعاب نحو 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيه. وفي كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، أوضح سلام أن بلاده تمر بأكثر المراحل خطورة في تاريخها، فإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى والأزمة السياسية، تأتي أزمة اللاجئين لتزيد الأوضاع تعقيدا. تلقى برنامج الأغذية العالمي 88 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، 52 مليونا منها قدمتها السعودية. وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن أنه سيتوقف عن توزيع الأغذية 1,700,000 لاجئ سوري بسبب نقص الأموال، لكن التقديمات الأخيرة تتيح الاستمرار في تقديمها حتى بداية العام المقبل. قال الرئيس التنفيذي لشركة بي جي مصر أرشد صوفي إن شركته استثمرت 3.5 مليار دولار في مصر منذ عام 2011 لتنمية مشاريع التنقيب وإنتاج الغاز. وتعكف مصر على تعديل عقود الغاز مع الكثير من الشركات العاملة في البلاد من أجل تحفيزها على تنمية الحقول وزيادة الإنتاج بعدما تحولت من مصدر للغاز إلى مستورد له. شركة سوناتراك الحكومية الجزائرية ستبدأ جولة جديدة من عروض الاستثمار في حقولها النفطية والغازية بحلول الربع الثالث من العام المقبل، وقالت إنها قد تحسن الشروط للشركات. وأرست جولة التراخيص الماضية 4 عقود من أصل 31 عرضا، ما دفع البلاد إلى بحث أسباب عدم إقبال الشركات على عقود الاستخراج والتطوير. اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني دولا نفطية بالتآمر لخفض أسعار النفط، ورأى أن الانخفاض الشديد والمفاجئ في أسعار الخام ليس بسبب عوامل اقتصادية فقط، بل هو مؤامرة سياسية حاكتها دول بعينها ضد مصالح العالم الإسلامي. وأقرت إيران أخيرا ميزانيتها للعام الحالي على أساس 100 دولار لسعر برميل النفط، بينما يتداول سعر مزيج برنت دون 66 دولارا في الوقت الراهن. أصدرت لجنة تحكيم دولية قرارا يقضي بأن تدفع إسرائيل لإيران مبلغ 50 مليون دولار لقاء حقوق إيران المفقودة في شركة خط أنبوب إيلات أشكالون لنقل النفط الخام إلى مصافي النفط. صحيفة ذا ماركر الاقتصادية كشفت أن الشركة الإسرائيلية كانت تشغل عدة ناقلات نفط عشية الثورة الإسلامية في إيران، وكانت تسيطر على 800,000 طن من النفط الخام. وكان يتعين على الشركة الإسرائيلية أن تدفع لإيران نصف الأرباح التي حققتها من بيع كميات النفط تلك قبل أن تلجأ طهران إلى المحاكم الدولية أمام رفض إسرائيل. المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين وصف السياسة الأوروبية تجاه الساعين إلى عبور المتوسط بأنها تثير الصدمة، منتقدا لا مبالاة الدول الأوروبية حيال أزمة المهاجرين. كلام الحسين جاء أثناء افتتاح مؤتمر في جنيف حول حماية المهاجرين في البحار، حيث قضى نحو 3,150 شخصا العام الجاري أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية. وينطلق 80% من المهاجرين من السواحل الليبية متوجهين إلى إيطاليا أو مالطا. طالب البابا فرانسيس المستهلكين والشركات والدول بفضح الممارسات التي تجيز انتشار العبودية الحديثة، داعيا إلى مكافحة جميع أنواع الاستغلال ومنع الاتجار بالبشر والعبودية. وأكد البابا فرانسيس وهو رئيس الكنيسة الكاثوليكية أن المستهلك الغربي مدعو إلى تبني المسؤولية الاجتماعية ورفض شراء منتجات يحتمل أن تكون مصنعة عبر استغلال آخرين، ودان اعتقال المهاجرين في ظروف غير إنسانية بعد هروبهم من مناطق النزاع ومرورهم برحلة شاقة وخطيرة. إلى الولايات المتحدة، حيث وافق مفاوضو الميزانية في الكونغرس الأمريكي على مشروع لإنفاق 1,100 مليار دولار، منها 351 مليون دولار لتمويل القبة الحديدية في السنة المالية 2015. ويتضمن مشروع الإنفاق الأمريكي المقدم إلى الكونغرس للتصويت عليه رفع الدعم المالي لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي للصواريخ الاعتراضية إلى 1,200 مليون دولار.
تستعد ولاية أوريغون الأمريكية لبيع غابة أليوت على ساحل المحيط الهادئ، مساحتها تبلغ 92 ألف هكتار، في خطوة للنأي بنفسها عن مبيعات للأخشاب وتوفير عائدة البيع للمدارس العامة. الخطوة أثارت انتقادات من جماعات حماية البيئة، فيما تشير الأرقام إلى أن مبيعات الأخشاب من غابة أليوت جمعت أكثر من 100 مليون دولار للمدارس بين عامي 97 و2012. تتوالى ردود الفعل المنددة بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في السجون الأمريكية في غوانتانامو وبولندا وليتوانيا وأفغانستان. نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني هاجم تقرير الكونغرس لافتا إلى أن ما قامت به وكالة الاستخبارات المركزية CIA كانت تقتضيه الحاجة وكان بعلم الرئيس جورج بوش. يصر المسؤولون الأمريكيون في عهد الرئيس السابق جورج بوش على أن ما فعلوه في غوانتانامو لم يكن خطأ ولا انتهاكا لحقوق الإنسان. أبرز هذه المواقف كان لنائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني، حيث وصف تقرير الكونغرس بالمعيب وأن وسائل التحقيق كانت بعلم الرئيس بوش. تشيني قال إننا فعلنا ما كانت تقتضيه الحاجة ويمكن أن نقوم به مجددا. نبرة نائب الرئيس السابق لم تختلف عن نبرة وزارة العدل الأمريكية. الوزارة قالت إنها لا تخطط لإطلاق أي تحقيق جنائي جديد كنتيجة لتقرير مجلس الشيوخ، فيما ذكرت مصادر أمنية أمريكية أنها لن تنفذ أي مذكرات توقيف بحق مسؤولين أمريكيين إذا أصدرتها دول أخرى. أما الدول التي أنشئت على أراضيها سجون سرية كأفغانستان وبولندا وليتوانيا فقد سارعت إلى تبرئة ساحتها. رئيس بولندا السابق قال إنه مارس الضغط على الولايات المتحدة لإنهاء عمليات التحقيق الوحشية التي كانت تمارسها CIA في سجن سري أقيم في بلادي عام 2003. ضغوط الرئيس البولندي أدت أخيرا إلى إغلاق هذا السجن السري. الرئيس الأفغاني أشرف غني وصف تقرير الكونغرس بأنه صادم وينتهك كل قوانين حقوق الإنسان في العالم، فيما أعلنت ليتوانيا أنها على استعداد لتحمل مسؤولياتها إذا ثبت أن بلادها استضافت فعلا مركزا للاستجواب تابعا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. السلام عليكم. كأس العالم للأندية انطلقت في المغرب وتتواصل من دون أهل الدار. أوكلاند سيتي نيوزيلندي أطاح المغرب التطواني وضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائري في ربع النهائي. المباراة الافتتاحية للمونديالتو لم ترتقي إلى مستوى البطولة العالمية أمام أكثر من 50 ألف متفرج في ملعب الرباط. التعادل السلبي فرض نفسه على اللقاء بسبب حذر الفريقين الشديد، وأخفق بطل المغرب في تكرار مسيرة غريمه المحلي الرجاء المتأهل إلى نهائي النسخة الماضية. ركلات الحظ حالت دون لقاء مغربي خالص في الدور التالي. فريق المغرب التطواني بالنسبة له شارك في هذه البطولة هذه، والحمد لله إلى تقصى ومرفوع الرأس، لأن فريق أوكلاند ما كنظنش أن فريق سهل، لكن الحمد لله قدمنا مباراة في المستوى. وكنظن يعني فريق مغرب التطواني باللاعبين الشباب ديالو قدم واحد المقابله اللي هي كبيره، فرغم الاقصاء ديالو فالجماهير ديالو كامله والمغربي راضي عليه لانه قدم واحد الكره في المستوى. يعني لولا الحظ الا ان فريق مغرب كان غادي يكون هو المتاهل. توج ياسين ابراهيمي عامه المميز مع المنتخب الجزائري وبورتو البرتغالي بجائزه افضل لاعب عربي للعام الحالي. استفتاء صحيفة الهداف الجزائرية أعطى الأفضلية للإبراهيمي الذي تألق في كأس العالم الماضية وقاد الخضر إلى دور 16، وحصل إبراهيمي على 380 نقطة متفوقا بفارق كبير على المغربي مهدي بن عطية مدافع بايرن ميونخ ومواطنه الجزائري سفيان فيغولي لاعب فالنسيا الإسباني. وهذا العام تألق إبراهيمي مع بورتو وقاده إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا. البطاقتان الأخيرتان في دور 16 لدوري أبطال أوروبا ذهبتا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وشالك الألماني، والقرعة تسحب الاثنين. الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات رجحت كفة السيتيزنز على حساب مضيفه روما الإيطالي بهدفين نظيفين. بطل إنجلترا المثقل بغياب هدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو وقائده فينسنت كومباني المصابين وياية توري الموقوف سجل فوزه الخامس على التوالي ولحق ببايرن ميونخ المتصدر. كانت ثقتي كبيرة بقدراتنا، قلت أنني لا أريد الحديث عن لاعبين غير موجودين في الفريق،
اللاعبون الذين شاركوا يستحقون كل إشادة أكثر مما تعطيهم الصحافة. الآن أنا سعيد جدا، ولكن لو خسرنا لربما تذرعت بهذه الغيابات. علينا نسيان دور الأبطال، لأن أقرب مباراة هي في شباط فبراير، ولا بد من التركيز على المباريات الأربع في البريمير ليج لأنها لا تقل أهمية. ريفر بليت يعود إلى منصة التتويج القارية بعد غياب طويل. الفريق الأرجنتيني توج بلقب كأس أندية أمريكا الجنوبية بفوزه في النهائي على أتلتيكو ناسيونال الكولومبي بهدفين من دون مقابل. معقل الفريق ملعب المونيمونتل غص بالمتفرجين. الريفر انتظر حتى الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر جابرييل ميركادو. وأكد جيرمين بيزيلا ظفر لابراندا روخا باللقب بتسجيله الهدف الثاني، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.